اللهم يا ربنا يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا قيوم السماوات والأرض، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا ومولانا محمد. اللهم ربنا يا حنان يا منان يا قديم الإحسان، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمها، يا أرحم الراحمين، ويا ظهر اللاجئين، ويا جار المستجيرين، ويا أمان الخائفين، ويا غياث المستغيثين، ويا غياث المستغيثين، ويا غياث المستغيثين، يا كاشف الضر، يا كاشف الضر، يا كاشف الضر، يا دافع البلوى، نسألك، نسألك يا الله أن تكشف عنا الضر والبلاء. اللهم اكشف عنا الضر والبلاء، اللهم اكشف عنا الضر والبلاء، وأن ترزقنا الشفاء من كل داء. ونسألك يا مولانا عيشة السعداء ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، والفوز يوم اللقاء. يا الله يا حنان يا منان يا قيوم السماوات والأرض، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم.